أمسها يشع على بعثها مولدا. برنامجنا عنوانه فرصة من أجل أن نقود الجزائريين وأن نتشارك مع الجزائريين وأن نتشارك مع كل خير في هذا الوطن لأجل صناعة فرصة أمل، فرصة ثقة، فرصة تفاؤل، فرصة تطور، فرصة إصلاح، فرصة تغيير للجزائر وللشعب الجزائري. من خلالها يمكن أن تكون الجزائر دولة صاعدة، دولة رائدة، دولة قوية، دولة لا يمكن لمخططات الأعداء والخصوم أن تنال من سيادتها أو أن تنال من استقرارها أو أن تضرب وحدتها أو أن تفكك نسيجها الاجتماعي. برنامج فرصة للجزائريين والجزائريات، هذا البرنامج المستوعب، هذا البرنامج اللي عنده بعد وطني، هذا البرنامج اللي يهتم بالبلاد ويهتم بتنمية البلاد ويهتم بوحدة البلاد ويهتم بكرامة الجزائري ويهتم بخدمة الجزائري ويهتم بتنمية المجتمع الجزائري ويعمل على أن يكون الجزائري في وطنه آمناً مستقراً لا يخاف لا جوع ولا أمن. برنامجنا ما هوش برنامج إقصائي، بل نحن نمنح للجزائر فرصة للوصول إلى توافق وطني جامع يجمع الجزائريين ويساهم في بناء شراكة سياسية حقيقية تخلي الجزائريين والجزائريات يساهموا كما ساهموا في ثورة نوفمبر. ثورة نوفمبر الجزائريين قبل 54 كانوا متشتتين في أحزاب وجمعيات ومنظمات، ولكنهم بعد ذلك رأوا أن الحل الوحيد هو أن يجتمعوا في إطار شراكة سياسية تجمع كل النخب وتجمع القادة وتجمع الثوريين وتجمع المقاربات السياسية والثورية اللي كانت موجودة قبل الثورة في بوتقة واحدة في جيش واحد من أجل هدف واحد هو استقلال الجزائر. أول اهتمام هو اهتمام بالإصلاح السياسي، بإعادة تقسيم الإداري وفق الشروط والظروف والخصائص تاع بلدياتنا وولاياتنا، وذكرنا القاعدة اللي احنا نبنيو بها. الأمر الثاني أن هذه الولايات اللي تشكل أقطاب تجارية وصناعية نديروا لها في إطار تنظيم أو قانون البلدية والولاية، قانون خاص يسهل عملية الاستثمار، يسهل عملية التجارة، يسهل عملية التصدير وعملية التبادل التجاري وعمليات المبادرات القائمة على الاستثمار وصناعة الاستثمار القوية في المنطقة. والأمر الثالث يا إخواني أخواتي هو أننا نسعى أننا نشجع المقدرات المحلية وخاصة الثروات اللي تكون موجودة في ولايتنا أخرى من خلال هذا القانون ليعطي ولاياتنا الأقطاب الاقتصادية والتجارية والفلاحية والأقطاب اللي عندها اختصاصات، ولاية بسكرة عندها كم اختصاص وتحولت بفعل المجهودات اللي بذلوها أبنائها المستثمرين إلى ولاية فيها كثير من المقدرات الصناعية.